اقترح الخبير في شؤون الطاقة بوزيان مهما عددا من المعالجات التي يمكن للدولة أن تتخذها للتخفيف من آثار تراجع عوائدنا النفطية على الاقتصاد، وتتمثل في خفض فاتورة الواردات ومحاولة هدم الفارق في عجز الميزان التجاري الخارجي والعمل على رفع التحصيل الضريبي، إضافة إلى محاربة التهرب الضريبي. مهما انخفضت أسعار برميل النفط حتى في حدود 20 دولار، بالنسبة لربحية سوناتراك وربحية أبارنا وربحية برميل خام النفط الجزائري، أعتقد هذا ليس هذا هو موضوع التساؤل. إنما الإشكال الثاني هو حقيقة يكمن على مستوى مداخلنا، لأن مداخلنا ستراجع بمقادير هامة جدا. ينبغي أن تتوجه اهتماماتنا وجهدنا الوطني كله على مستوى العديد من العناصر التي ينبغي معالجتها حقيقة للتخفيف من أثار تراجع عوائدنا المالية من العملة الصعبة. وفيما بثت الأسعار المتدنية لبرميل النفط عالمياً الذعر في نفوس المواطنين، يؤكد مهما أن الحديث عن عدم ربحية النفط الجزائري خالي من الدقة. لكن في كل الحالات فالنفط الجزائري وبرميل خام النفط الجزائري هو بعيد عن هذه التداعيات، وكذلك العمل الآن قائم بغة الحفاظ على أسواقنا والحفاظ على شركائنا في هذا الوضع الصعب. ويرى خبراء أن أزمة فيروس كورونا لن تمتد لأكثر من 6 أشهر، لذلك يفترض أن يكون هناك انتعاش وتحسن في الثلاثي الثاني من العام، وهذا ما يدعو الدولة إلى عدم التوقف عن التفكير في طريقة لمعالجة الاختلال الذي يعرفه اقتصادنا.